الرشاقة والجمال والطعم التحفة ومن غير كالوريز زيادة مع الشيف منى بدر. يا لولي ازيك؟ انا قلت اعزف النهارده بقى انا بالخضار، يعني انت هتعزف لك كمان؟ انا هعزف بالخضار. اخدنا غذاء الروح، ناخد غذاء الجسد بقى. ايوه بقى النهارده بقى انتقلنا الى غذاء الجسد. تمام، تحبوا نبدا بايه؟ احنا عندنا سلطات، اربع انواع سلطات. تحبوا اربع انواع سلطات؟ نظرا لان طبعا يا منى انا عيني من ساعه ما جيت وانا في الافوكادو والسالمون سموكت سالمون، لاني بحب قوي الافوكادو. والافوكادو يا جماعه ليلى ما بتحبهاش وفيها 28 نوع فيتامين. بالهنا شفا على قلبك هي وسموك سالمون ابو اوميجا 3. عايزه ايه الطبق ده؟ الطبق ده اساسا الاناناس بيجلي الشرايين. ايوه سموك سالمون اوميجا 3. ايوه الافوكادو 28 نوع فيتامين. ماشي. الانواع الخاص المختلفه دي فايبرز الياف. أيوة. يعني هايله. انا هبتدي انا بقى انا وميلو انا بتاعتي. ثانيه واحده، وانت بتعمليها ما تزوديليش قوي كابري واناناس لو سمحتي. حاضر حاضر كمان. عشان هاكل البوله كلها. شوف للتالت نشوف سموك سالمون سلطه. بيبقى كابوتشي. ايوه او خاص. عندنا هنا لولو روسو، ده خاص مستورد. عايزينه مش عايزينه. أيوه. سموك سالمون. أيوه. انا ناس بيبقى حاجات بسيطه برضو، جرنش كده، افوكا، كابري، والدريسنج بتاعته عباره عن ماسترد، زيت زيتون، ملح وفلفل وشويه خل. بالهنا والشفا على قلبي يا جميل. والجرجير طبعا. الدين. هي مش عايزه الاناناس حضرتك. أيوة. انا عايزاه. ايوه انا بحب الاناناس. مش هديها كتير. انا هحطهولك في سلطه ثانيه. ايوه انا بحب الاناناس. انا كلك المكونات والله بزياده ما تقلقيش. احنا كده حطينا الكابوتشي والجرجير. تمام. هنحط بقى شويه اناناس صغننين. ماشي. ما تعمليش حسابي في الاناناس قوي والكابوتشي. ما هي على فكره انا بصي مكبره، انت مش هتاخديني. يعني ممكن انت تاخدي الشوكه. ما تاخديش الحاجتين اللي بحبهم مش عايزه يتعمل حسابك فيهم. كويس. وطبعا افوكادو هحط لها كل الافوكادو عشان والله ما ندمش. في عندنا هناخد شويه بس عشان دينا في حاجه هنحط فيها. اوكي. بلاش ياسمين تاكله كله. اوكي. هنقطع السموك سالمون حتت كده صغيره. انا بتاعت فيصوليا. ايوه ده فاصوليا بقى. انا بتاعت فيصوليا. تعرفي بقى تحضر الطبق اللي هاكل فيه. البقوليات دي الثلاثه دول بالذات ده هرمون الاستروجين اللي هو خاص. أيوة. بالبشره يعني بعد ال 30. ايوه احنا لسه ما حصلناش ال 30. استغفر الله. بعد ال 30 ناكله بقى كتير، ده بيخلي البشره حضرتك بقى. انا هحكي على حاجه في هذه البقوليات. لازم احكي لكم على حاجه كده حتى يعني هتبقى كوميديه. في فيلم اجنبي مشهور جدا مش هنقول اسمه. فالفيلم ده الست الممثله الاساسيه المفروض ان هي بقى يعني مهتمه بالفاشن والموضه والجمال وسليبرتي وكده. فسافرت بلد فنسيت الكريمات بتاعتها. فسافرت بلد عربي. فنسيت الكريمات بتاعتها بقى اللي بتحطها بالليل والصبح وكده، فعملت سيرش على النت فعرفت ان الحمص هو فيه زي ما انت قلتي كده كل الهرمونات اللي في الكريمات، فعاشت كل السفريه على الحمص. تخيلي بقى. فدي مذكوره في الفيلم. يعني عايزه اقول لك ان الحمص ده من نعم ربنا عليه. وده احنا داخلين على الشتاء ان شاء الله. والحلبسه وفتة الحمص. والله يا لولو كل الحاجات سبحان الله. احنا في الشتاء بتاعنا الخضار عندنا ما اقولكيش قد ايه بيبقى جميل. يعني احنا كده بجماله ده ولسه ما وصلناش للشتاء. ما انتش هتحطي لي من الخس اللي انا بحبه؟ هحط لك بس بعمل لك الاول دريسنج عشان تبقي مبسوطه. يعني انا هساعدك. ساعديني والله لا تساعديني. انا اسفه يا جماعه بقطع بايدي، ما انا اللي هاكل السلطه. فيعني انا اسفه ما تاخذوناش. ده معناه ان المخرج مش هياكل. لا المخرج مين؟ ما اعرفوش مين المخرج. اسمه ايه النهارده يا استاذ فادي؟ ده ناوي تاكل من السلطه بتاعتي. خلاص احنا كده عملنا الدريسنج بتاعنا. هنحطه. الله. عملتي ماسترد وزيت زيتون وملح وفلفل وليمون وشويه خل. وليمون وشويه خل بس كده. انا أوكي. انا بجهز اكلي. وجهزت المعلقه والنابكنز وكل حاجه. بالهنا والشفا علشان ايه يدلع ياسو شويه. بصوا انا عملت لنفسي سفره صغيره. ايوه اهو نابكنز. ماشي شفتي يا والنبي السلطه وجمالها ولونها رهيبه. ده كفايه الطبق ده والله الواحد يقعد عليه طول النهار بقى. يعني دايما اقول الناس اللي بيبقى عندهم برد وكده هو طبق سلطه كفايه. احنا ما عندناش. انا بصي انت حاطه جبن. هعمل لك الجبنه حالا دلوقتي. حاطه رمان ده يخصني. مش حاطه بقوليات دي بتاعتي بقى وخلاص. الحقيقه ما خلتش اي حد فينا. هضطر اغرف فيديو خلاص.
ندلع بقى الطبق. ندلع بقى الطبق بتاعنا. المسكه بتاعت ايوه ايوه ممكن الاقيها في المطبخ. استني شويه يا ياسمين. براحتك براحتك خالص. ياسمين عشان اجيب لك طبق شكله حته حلو. براحتك يعني خدي وقتك انا بدور على حاجه غير بيها اساسا. نعمل فيه حاجات حلوه. انا اعرف. يعني بناكل بعنينا. ما شايفاكي من هنا ما تزوديش في الكابري. لا لا مش كابري. ده انت لو شفتي عملت لك ايه؟ بصي انا هحاول اعمل اختراع اغرف بيه لاني مش لاقيه المساكه اللي بدور عليها. بصي يا استاذه خلاص ها تمام. بصي يا استاذه ياسمين يا نهار القنبله. يلا خدي ايوه. لا 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 خدي لا 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 انا عايزه اخد بالدريسنج. ممكن تسبولي ثانيه عليا يا بنت؟ انا استاذ ورئيس قسم العزايم. بس بالهنا والشفا نبدا بقى الثانيه. نعمل الجبنه ولا ايه رايك؟ ايوه بليز. الجبنه بقى جبنة ايه؟ يا نهار ابيض حلاوة بتاعتنا ابورلاند. اوكي هنحط جرجير. اوكي وبصل عظيم ورمان. جبنة دي فيها كل ما تتخيلوا. اوكي والفلفل الملون والشاري توميتو. يس وشوية بابريكا صغيرين. اوكي في ناس قلبها بيتقطع جوه دلوقتي من الشوخه اللي انا بعملها دي. احنا مهددين. شويه ليمون. اوكي الدريسنج بتاعه ايه؟ توم. اوكي وشويه تحفه ملح بالهنا والشفا وشويه خل صغيرين. اوكي انتوا عايزين نتكلم معاكم قوي ولا كلي 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 بس النهارده ما عندكيش حاجه تقلبي فيها فكلي. ده ايه ده؟ عصير برتقان. عصير برتقان. اوكي وشويه زيت زيتون. عظيم. ايه ده؟ ايه ده اللي احنا بنعمله ده كله؟ مش عارفه الحقيقه منى بس يعني هو بالضروره هيطلع حاجه جامده جدا. هي حاجه ميكس كده. معلقنا بقى. هو انا هدوق من دي ولا حتى خلاص منها؟ والمقادير بتاعتنا على الهوا. انا بس عايزه جرجير بصل رمان في زيتون اسود وزيتون اخضر. حاجات كده صعبه. انا بس وانت بتعملي دي عايزه اقول ان الاولانيه الدريسنج بتاعها المستردة مع الليمون تحفه. انت عارفه ان انا لما دخلت مره مطعم معروف كده وبعدين دخلت مطعم معروف قوي وهتجنن واعرف انا اكلتها اولا اقول لهم ايه يعني ايه سموك سالاد يعني سموك سالمون مع خس يا جماعه زفره دي حلوه جدا مش زفره. واحده صاحبتي اقنعتني ان انا ادوق. فدقت بصراحه يعني لا لقيتها حلوه جدا. لا هي حلوه فعلا. تحسي الشيفات بقى. مش هجيب الشيف اقول له تعالى قول لي انت عملتها طبعاً ازاي. طبعا لا لا قعدت ادوق واروح مره واتنين وادوق ومره واتنين وادوق لغايه لما عرفت اجيبها. لغايه ما عرفت اجيب. اوكي كده احنا خلصنا دي. خلاص نحط بقى عليه ايه؟ الجبنه بتاعتنا بورلاند الفيتا بتاعتنا. بس طبعا مش هحطها كده علشان ما تتهريش مننا. نجيب بوله حلوه. انساي انساي. الناس بتحتضر في الكنترول ورا الكاميرات وانا هكمل اكل. الجميل بقى الالوان يا جماعه. طبعا الالوان بقى وبعدين حاجات كده. لا عارفه كمان ايه هي متكامله يعني. طبعا ما نقصاش يا شيء. لا عارفه ايه اللي جميل بجد ان الخضار كمان يا منى انت جايباه كله فريش جدا بجد. هو احلى حاجه دلوقتي الخضار يا جماعه. الوقت ده وقت الخضار. انا باكل انا هاكل طبقي كله اهو. الجبنه بتاعتنا نحطها كده. ما انا ما تعملوش حسابي في السلطه دي. ما انت قلت لا دي بتاعت الكنترول. الجبنه البيضاء ما بتحبنيش. ايوه تمام. هنحط الدريسنج بتاعنا. لعلمك طب ما هتبقى تطلع في شيخة يعني. فيها توم بقى وفيها ليمون وفيها برتقان ويبقى هيصه. بس كفايه كده عشان لولو تعرف تاكلها. لا انا رسمه على البقوليات حضرتك. انا رسمه على البقوليات يعني ايه؟ انا بحب البروتين النباتي. هعمله لك حالا بس هتدوقي برضو. لا لا طنشينا نفدي. طنشك فدي نخليها هنا. طب يا جماعه انا اللي بعده. حضرتك تقومي بالوقت. لا انا بصوا انا هخلص طبقي وانا حطيت اللي بحبها. اللي بعده الفاصوليا البيضه بتاعتنا الجميله. دي
هي أصبح من اللغة الدرجة. والحمص، حمص الشام. أيوه. فاصوليا بيضة، فاصوليا حمراء، وحمص شام. طبعًا. والحاجات دي كلها موجودة مسلوقة جاهزة في السوبر ماركت. أيوه، لا أنا سالقة في البيت. ليه ما تسلقهاش؟ لا أنا بهزر عشان لا يتسلقهاش. الفاصوليا الحمراء بس اللي هلاقيها معلقة. لا بس ده سليقة يعني. ودي طماطم اللحم اللي هو لحم الطماطمايه مش البسك. مش القلب. ايوه. وده يعني فلفل الوان. وشويه فلفل الوان. ايوه حضرتك. وايه تاني؟ وشويه بقى كمون، اساسيها الله. بقى كمون كتير كده حلو. سلام. والليمون. طب انت خدتي مني الافوكادو ما حطيتيهوش في حاجه ثانيه؟ انا لا حطيته هنا. عرفتي هي مش عايزه تاكلها ليه؟ عرفتي انا غلطانه؟ مش كنت تفكريني يا لولو؟ معلش يا قلبي. الحمد لله انا اتغديت يا جماعه. خلصنا يا لولو. خلصنا. طبعا عايزين نحط فلفل حامي يا جماعه. بنحط عايزين نحط فلفل حامي مع سلطه هي لانه بيعلي الحرق. طبعا هنحط شويه بصل بيعلي الحرق عشان يهدم الكميه اللي انا اكلتها. خلاص كده. حطيتي فين فلفل حامي؟ ما حطيتش. بقول لو عايزين نحط فلفل حامي. لو عايزين اوكي نحط شويه ملح كمان زياده. خلاص كده تمام. شطه حطوا شطه. حط منظر طبقي يدل على قد ايه السلطه كانت حلوه. طب مش هتكملي ولا لا؟ الحمد لله هسيب لي الباقيين فيه. مامي علمتك. مامي علمتك تتكلمي وانت بتمضغي اكل. اصل برضو مامي علمتني ان الفقره هتخلص فلازم حرام اديها حقها واقول لها ان السلطه حلوه. هي دي الفاصوليا بتاعتي. وعلمتني اشيل طبقي بعد ما اخلص. والله تمام كده. ايوه يا حاجه. هي حبي. طب امال دي ايه بقى الحاجات الحلوه اللي هنا دي؟ دي بقى هنعملها بالجبنه السبريد الشيدر. وعدي اه يا وعدي. طبعا برضه عملنا ثلاث انواع وفاضل نوع صح؟ كل طبق هيبقى امور فاضل اخر نوع. انا اسفه اني بوظت لك منظر دي بس هنحطهم لك جنب بعض هنا. ليه ليه مش خلاص اتصور؟ خلاص. لا لا يستاهلوا بصراحه. دي اللي انا اكلت منها يا جماعه بوظتها معلش. يا دي لولو حبيبتي بقى تاكل بقى ايه تحفه. اشكرك يا هانم. شفتي عمري حد عمل لك طبق كده في البيت؟ اشكرك يا هانم. المنظر ده صورتها يا فادي؟ خلينا. بصراحه لازم اتصور جنبه. انا اكلت الحمد لله يا جماعه. انا اكلت استغفر الله استغفر الله. طب دي بقى الجمله اللي انت قلتيها دايما هدوقها. ايه رايك بقى عشان لا بس عليها حاجه ما بحبهاش. از واو. كم بقوليات انا ما تنفعنيش. هم نسيوني على فكره. اوكي لا كم البقوليات دي بالنسبه لي انا قولوني. هم نسيوني. ما انا كمان بس ده بروتين. برافو بالهنا والشفا. دي بقى الجبنه بتاعت الهايبر ماركت او السوبر ماركت اللي دايما بنلاقيها. بيكونوا حاطين كل انواع الجبن اللي موجوده مع الجبنه السبريد اللي هي الشيدر او الجبنه الرومي او الجبنه اي نوع تاني محطوطه عليها شويه بابريكا وبس وشويه فلفل. اوكي هننزل بقى كل ده. دي جبنه رومي سلامي تركي يس وجبنه شيدر حمراء وباسترما وجبنه رومي كله تمام كده. خلاص انا بموت في الجبنه الاورنج دي. امريكان شيدر ولا فلامانكو ولا ايه؟ انهي؟ لا دي شيدر. الاورنج دي شيدر. شيدر خلاص. هنحط بقى عليها ايه؟ زيتون فلفل مش هنحط اي حاجه تانية غير الحاجات دي. وهنحط خاصة او جرجير ولا مالهمش دول؟ لا جبن ما ينفعش. والبابريكا بارك الله فيكي. بابريكا كتير كده. وهناخد الجبنه بتاعتنا بتاعت ابو ولاد الشيدر. يعني انا عايزه اطلع بس ايه يعني انا هطلعه كله فمش مهم لما استخدم المعلقه دي كلها. طلعها كلها كده. هتحطي كل البرطمان كله؟ هو لعلمك مش كله. انا كنت واخده منه برضه شويه حاجات بس هو مش هكتر مش احنا عايزين نحس بالطعم الاثنين مع بعض. السلطات دي شكلها جامده قوي ودافع في الشتاء وحياه ربنا وفي نفس وحتى في الشتاء وفي الصيف خفيفه كل جدا. كل وقت. طيب احنا محتاجين يا منى معناش غير 20 ثانيه محتاجين نقلبها بقى. خلصنا. هي مش هتاخد مننا وقت خالص وهنحطها في الطبق بتاعها بسرعه. اوكي جيب لك طبقها. اه طبعا انا مش مزوده هنا لو عايزين نزود بنزود بس هي بتتفرد بقى كلها قوي يعني بتبقى جميله قوي برده في الطعم. مش عارفه اودي فين بس بحاول قبلتش منى قبلتش منى تايم يا منى بس هنشوف شكلها بسرعه جدا عبال ما منى تحطها في الطبق. احنا خلصت الحلقه النهارده وهنشوفكم بكره ان شاء الله وهنشوف الطبق حالا حالا. باي يا حلوين. باي باي حالا. لازم طبعا نحل الشكل. دوقي يا ليلى.
طبعا انا بالنسبه لي ياسو حطيتها لي عشان تجيبها. هي لا انا ممكن ادوق، مش لازم تلحق، مش هنلحق قوي، احنا هناخد بس شوكه كده. انا مش مهم الجرنش. باي باي انت للمشاهدين، واحنا عايش 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 عايش. اهي اهي خلاص.